هذا النور العظيم وميض منه موجود في قلبك، هذا الوميض الذي يسمى بحب فاطمة. لا أقصد الحب المكذوب، نعم المكذوب، الحب لفاطمة الزهراء الذي يكون مع حب أعدائها، هذا حب مكذوب كذب. الحب لفاطمة الزهراء الذي يكون معه الحب لقتلة فاطمة الزهراء، هذا حب مكذوب كذب. الذي يدعي أنه يحب فاطمة ويحب قتلة فاطمة، هذا يكذب في حبه لفاطمة الزهراء. الشيخ البهائي بالنسبة إلى ذلك الشخص يقول: كذبت والله في دعوى محبته، محبة أمير المؤمنين، تبت يداك ستصلى في غد سقرا. كذب. الذي يحب أمير المؤمنين ويحب أعداء أمير المؤمنين هذا يكذب، لا يحب أمير المؤمنين. هذا الذي يقول أنا أحب فاطمة ويحب قتلة فاطمة، هذا مستحيل لو كان في قلبه ذرة من حب قتلة فاطمة يكذب في حبه لفاطمة، كذاب. لا أقصد ذلك الحب، أقصد الحب الموجود في قلبك، الحب الذي يكون لأجل فاطمة، الحب الذي يكون معه البغض لقتلة فاطمة، الحب الذي يكون معه البغض لكل من ينحرف عن طريقة فاطمة الزهراء، الحب الذي يكون معه بغض لكل من عنده شيء قليل من حب قتلة فاطمة، هذا الحب قصدي، هذا وميض من ذلك النور. وما أعظمه من وميض يا سلمان، حب فاطمة، مضمون الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله، حب فاطمة ينفع في 100 موطن أهونها القبر والصراط والحساب.